مشاركة كرم في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج صحتك مع العجوز. واحده من المشكلات اللي انا بشوف ان هي لو موجوده عند حد فينا بتصعب عليه فكره التعامل مع الاخرين، وهي رائحه الفم. يعني النهارده انت لو بتتعامل مع اي حد، سواء في شغل او في وظيفه او في حياتك او بتعمل اي معامله في الدنيا، طبيعي ان انت بتتكلم. رائحه الفم واحده من المشكلات اللي لو موجوده عندك بتسبب ليك إحراج كبير جدا، وفي نفس الوقت ممكن تخليك تشعر بالخجل من التعامل مع الآخرين. طيب الموضوع ده بيزيد في رمضان لبعض الأسباب. إزاي نتغلب على رائحة الفم في شهر رمضان، أو كمان نتغلب على رائحة ومشاكل الأسنان بشكل عام، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة في موضوع حلقتنا النهاردة، اللي أنا كنت حابب جدا أنه ندي بعض الإرشادات والتعليمات اللي من شأنها أن الناس تحافظ على ريحة فمها وفي نفس الوقت على صحة أسناننا. مش كده يكون معايا النهاردة الدكتور أحمد رضا، أخصائي طب الأسنان. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور، وأهلا بمشاهدين البرنامج ومشاهدين القناة. أهلا بك. كل سنة وهم طيبين طبعا. طيب الصحة والسعادة. واحدة من المشكلات اللي بتؤرق وبتؤلم وبتزعج الكثير من الناس في أي معاملة في الدنيا هي رائحة الفم. قبل ما أدخل على موضوع رائحة الفم، خلينا ناخد معاك كده بداية الـ 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 الأسنان. لما الطفل بيبقى سنه صغير، الأم بيبقى عندها فكرة إزاي حافظ على أسنان طفلي. لو خدنا كده أسنان الطفل من البداية، خلينا ناخد مرحلة قبلها شوية. ماشي. لما الطفل نفسه يكون مولود، أنا كويس. بالنسبة لي الطفل موجود او الطفل نفسه اللي هو مولود، عندي الجم او البيئه نفسها اللي هتطلع فيها اسنان كويس. فانا بالتالي يعني عندي الام مثلا وهي بتغذي الطفل، سواء بلبن الطفل يعني او لبن الرضاعه بتاع الطفل نفسه. ده اكتر حاجه بالنسبه لي بتزود تسوس الاسنان، او اكتر حاجه بتخلي التسوس ده نفسه يطلع في بيئه، او السنه نفسها تطلع في بيئه قابله للتسوس. انت عايز يا دكتور احمد تقول لي انه تغذيه الطفل السليمه بتعطي شكل أسنان إلى حد ما، أو بيئة سليمة لإنبات الأسنان؟ بالضبط. يعني بمعنى صح، أنا لازم أدي تعليمات، سواء المفروض إن الأم نفسها قبل في وقت الولادة الطفل بمعنى صح إنها تودي للطفل، لأن عندنا كذا جزئية. إن الطفل أو المولود نفسه لازم أنا كدكتور سنة أبص عليها. مثلا يعني ساعات في أطفال بالنسبة لنا بيطلعوا بحاجة اسمها النيونيتال تيس أو بالنيونيتال تيس، دي يعتبر سنة الطفل نفسها المولود بيه. طبعا دي بتعمل مشكلة كتير جدا أو مشكلة صعبة بالنسبه للام. طيب. يعني سواء في الرضاعه طبعا ده تبقى بالنسبه لها حاجه مؤلمه شويه. شكلها ايه؟ عباره عن ايه؟ عشان بس عباره عن سنه صغيره طالعه خالص، بتطلع قبل ميعادها الطفل نفسه بيكون مولود بيها. طيب. ديت حاجه يعتبر جيناتك شويه، ما لناش دخل فيها او ما نقدرش نمنحها بمصر. ليها علاقه بالعوامل او الجانب الوراثي يعني. هي تركيبه جينات بس مش اكتر. طيب. يعني هو الطفل نفسه مخرطته طلعت ان هي موجوده فيها السنه. طيب. دي فانا بالنسبه لي خلينا نبدا مثلا زي ما انت اتفضلت كده، ان انا بالنسبه للطفل المفروض ان هو بيتغذى بلبن الام، وزي ما اتفقنا ان اللبن ده نفسه اكتر حاجه مؤذيه للسنان، او اكتر حاجه طبعا هي حاجه للتغذيه مهمه جدا طبعا، بس بالنسبه لي انا دكتور سنان بشوفها ان اللي هي لو ما اتبعتش الارشادات الصحيحه انا هطلع طفل عنده اسنانه كلها مسوسه. تيجي ساعتها الام تقول لك لا ده الطفل نفسه مولود بسنانه مسوسه، او هو عنده نقص كالسيوم. للاسف الموضوع ده نفسه بيبقى مختلف شويه. نرجع بقى نشوف الارشادات بتاعتنا. خليني يا دكتور احمد، النهارده طفل بيشرب لبن الام الطبيعي او اللبن الصناعي، وده دي وسيله التغذيه. اعتقد ان هي في البدايه بتكون هي وسيله التغذيه الامنه والوحيده بالنسبه للطفل. بالزبط. زي الام تحافظ على سلامه فم الطفل عشان تنبت الاسنان في بيئه طبيعيه وصحيه وسليمه. يبقى انا هديها ارشادات. أيوة. سواء انا بالنسبه لي كدكتور اسنان او هي ترجع لدكتور النسا، ان انا بالنسبه لي الطفل نفسه ممنوع تغذيه الطفل وهو نايم، او ده بالنسبه لي جزئيه اساسيه، لان كتير من الامهات بتعمل الحركه دي يعني بالنسبه لنا. فالجزئيه ديت خلينا نبعدها خالص، يبقى الطفل نفسه هيتغذى وهو فايق او هو صاحي. هو صاحي بالظبط. طب انا بعد ما غذيت الطفل كالشخص الكبير المفروض في فرشه معجون بعد الاكل طبيعي جدا زي ما متفقين يعني. انا الفرشه المعجون الصغير بقى في بيبقى في عند الصغير انا بالنسبه لها هيبقى الموضوع صعب، لو استخدمت فرشه ده هتبقى مستحيل شويه. فانا بالنسبه لي ممكن اجيب شاش و احط فيها مثلا او اغمزها في محلول ملح او اي مضمضه موجوده، بس خلينا في محلول ملح او ميه عاديه حتى كمان. ميه بملح، شويه ميه بملح صغيرين بالظبط، واقوم جاي على اللثه كلها
مكان الرضاعه نفسها وامسح فم الطفل، هو مش ونظف فم الطفل بالظبط من بقايا الملك، بقايا الاكل او الحاجات اللي موجوده داخل داخل الفم بشكل عام. طب بالظبط، يعني انا عندي الجزئيه دي هتبقى مرحله موجوده معايا من اول 3 شهور لحد 6 شهور مثلا. كويس، هنبدا بقى ندخل في مرحله بدايه الانبات مثلا، وليكن هي 9 سنين فيما فوق مثلا وليكن. انا هتجيب عندي طبعا متوفر كتير جدا دلوقتي، هتلاقي صباع السيليكون، معظم الامهات ده عارفه الجزئيه ديت، هتجيب صباع السيليكون باستمرار بقى بديل بقى الشاشه. خلاص انا وصلت مرحله الشاشه، خلاص انا احتجتها زي ما انا كنت محتاج قبل كده. ندخل على صباع السيليكون وهننظف بالسنان، هننظف كل الاماكن حتى السنان لما تيجي تطلع تطلع في بيئه مثلا انفايرمنت هيلثي شويه. ده من سن 9 سنين؟ من سن 9 شهور. من سن 9 شهور بالزبط. لحد سن كام؟ لحد سن سنه ونص على الاقل، سنتين. كويس، يبدا ساعتها بقى انا هجيب الفرشه بتاعتي وليكن حاجه سوفت خالص، شفت فرشه سوفت او فيري سوفت كمان، وابدا اغسلها سواء جبت معجون اسنان بتاع الاطفال ده بيبقى عليه شويه نسبه الفلورايد قليله، لان عشان مش عايز ادخل في توكسيست بتاعت الفلوروز بمعنى اصح، او تاثر على السنان، وفي نفس الوقت الطفل ما يبلعوش، لان معظم الاطفال بالنسبه لها المعجون ده حاجه شويه، بالذات معجون اطفال بيبقى فيه طعم، وطعمه بيبقى كويس، فوارق جدا انه يستطعمه فيبلعه بالظبط. فانا بالنسبه لي ساعتها هتبقى الحته ديت عشان نبعد عنها، بس هو كده معجون اطفال ما بقاش على نسبه فوائد عايزه ما اتفقنا. فالجزئيه دي انا دلوقتي وصلت لمرحله انا استخدمت الفرشه، انا دلوقتي لحد دلوقتي بستخدم الفرشه للطفل، بحيث ان هو مثلا وصل سنتين سنتين ونص في وعي شويه، ده هو يبدا يتعلم طريقه مسك الفرشه. يبقى انا كده باسسه تأسيس سليم ان هو يهتم بصحه فمه، يحافظ على فمه، يحافظ على اسنانه بالظبط، ويقلل التسوس اللي ممكن يحصل قدام، لان طبعا صعب ان نمنع التسوس الا بالمحافظه الاساسيه يعني. فانا كده وصلت مرحله ان الطفل بالنسبه لي عندي شخص فاهم دور الفرشه في حياته وفاهم ازاي يستخدم الفرشه. كويس، يبقى الام كده اسست الطفل، وصل لي ان انا طفل كان دكتور سنان مش هيجي لي بس غير انا اعمل له تشيك اب مثلا عليكم. انت عايز تقول لي يا دكتور احمد انه حفاظ الطفل او تعلم حفاظ الطفل على سلامه فمه بيخليه بعد كده متعود على استخدام الفرشه، متعود على نظافه الفم وبالتالي نظافه الاسنان، وبالتالي حفاظ الطفل على اسنانه من عمليه التسوس. بالظبط زي ما حضرتك قلت اتفضلت كده، انا باسسه تاسيس سليم، يعني انا بديله سلاح بمعنى صح يحارب بيه التسوس. يبقى انا كده مفهمه، لان انا بكتير جدا يعني معظم الامهات دلوقتي بتشتكي بالاطفال ان هو اسنانه مسوسه. طب انا جاي للطفل نفسه يقول لك لا ده انا عندي نقص كالسيوم. طب انا ما اقدرش احكم على نقص الكالسيوم ده كدكتور سنان الا ما اشوف تحليله، وفي نفس الوقت الدكتور بتاع الاطفال هو اللي شاف. حتى نقص الكالسيوم له علاقه بالتغذيه، اذا كانت تغذيه الطفل سليمه اعتقد انه الكالسيوم هيبقى مظبوط والدنيا هتبقى كويسه، الا اذا كان في اسباب مرضيه لذلك. يعني ساعتها انا بنشفت الطفل نفسه للدكتور اطفال هو يشوف يظبط له الكالسيوم. فانا كدكتور سنان يعني ما بحبس ان انا اكتب فيتامينز مثلا او كالسيوم للاطفال، لا هو دكتور الاطفال بتاعه هو اللي متابعه. انا كجزئيه يعني انا بالنسبه لي مثلا وليكن انا السنان اتكونت في الجسم ما بتسحبش منها الكالسيوم خلاص يعني، الا بقى العوامل الثانيه مثلا مرضيه ولا حاجه هي اللي بتديني ان الكالسيوم ده يتشال من السنان. طب الكالسيوم اللي موجود ده عكس العظم، يعني انا العظم ده شغال مثلا ريزرفوار، لكن مخزن بمعنى صح يتسحب منه الكالسيوم يطلع ويخرج. لكن اسنان مونس ان هي اتكونت خلاص، انا بالنسبه لي ما عادش في حاجه تاثر فيها الا التسوس، والا مثلا حاجات تانية بدهبت مثلا، وليكن عندي مشاكل تانية في الجينات هي اللي بتاثر لي عليها. وفي جزئيه تانية برضه عشان قبل ما نختم جزئيه الاطفال لحد سن مثلا سنتين، في ادويه طبعا ممنوعه بالنسبه للامهات زي وليكن تتراسايكلين، ده مثلا ممنوع طبعا. اللي هو الماده الفعاله بتاعته ايه؟ تتراسايكلين. تتراسايكلين ده بتخلي بتاثر لي شويه على تكوين السنان، بتخلي فيها الاصفرار الموجود دايما ده اللي هو بيبقى حاجه اسمها جنرايز موجود في معظم السنان، ده بيبقى ماده صفراء كده الام نفسها بتبقى يعني ما تعرفش تقول ده ايه السبب بتاعها، جا منين مثلا. كويس، ده عكس طبعا اللي بيجي من الفلوروز طبعا اللي هو بيبقى موجود في الميه، يعني من كتر استخدام الميه مثلا بالذات المياه الجوفيه بمعنى اصح. فجزئيه الاطفال دي انا لو الام نفسها عرفت الجزئيه دي انا هيطلع لي طفل وليكن عنده مثلا 4 سنين، ده انا عندي الجزئيه كلها حد ما يكون سنه كلها اللبنيه الموجوده في بقه. نعم هي تغير وكل حاجه، بس انا مديني عندي طفل شويه التسوس الموجود عنده خفيف خالص وليكن مع عدم بمعنى اصح. لان انا اطفال شويه معظم الاكلات بتاعتنا زي ما انت حضرتك عارف دلوقتي ان هو
شوجر بمعنى صح. فيها شوجر. فيها نسبه سكريات بتكون عاليه واحيانا الفاست فود اللي ناس كتير اتعودت عليه في بعض الاحيان. بتاعتنا كتير جدا دي خلق وخصوصا الطفل الناس وليكن ما بيقدرش في كنترول من الاب والام مثلا عليه 24 ساعه. في جزئيه في الاول حتى لو انا خليته يستخدم فرشه معجون استخدمها صباحا ومساء وليكن ان جزئيه اللي هو الفتره اللي في النص دي وليكن 12 ساعه 14 ساعه هو مش موجود قدام عيني. فالفتره دي يحصل تسوس يحصل تسوس. فعلى الاقل اعوده لا والله انا بالنسبه للسكريات ديت كل ما اقللها في البدايه كل ما عندي سنان بتبقى قويه شويه تسوس بتاعها بيبقى صعب شويه. عايز اوصل طفل لحد 6 سنين يكون عندي السنان اللي قدام دي مثلا او 7 سنين وليكن السنان اللي قدام ديت سليمه كظاهريا. السنان الخلفيه اي نعم هتبدل مثلا وليكن من 9 سنين فيما فوق حسب كل سن طفل بمعنى اصح موجوده يقدر ياكل عليها. لان لو دخلنا على جزئيه وظائف الاسنان اللبنيه هي مش مجرد بس اسنان موجوده وخلاص مش مجرد حاجه ان هو بياكل عليها. ده السنان ديت بمعنى اصح بتديني كذا وظيفه وليكن مثلا الاكل بالنسبه لي جزئيه اولانيه ان الطفل يعرف يتغذى ينظم الاكل كويس ويقدر ان هو ياخد الاكل بسهوله وما يبقاش فيه اي مشاكل على المعده كمان لانه بعض الاحيان لو ما بيمضغش الاكل كويس هتاثر على عمليه الهضم نفسها. بالظبط زي ما حضرتك اتفضلت كده انا عندي ان الطفل لو انا مثلا في مشاكل في اسنانه تسوس وليكن هيعمل ايه ببساطه زي ما حضرتك اتفضلت قلت ان هو هيبلع الاكل على طول هيبلع الاكل على طول فما يسمى بمشكله عند الاطفال عسر الهضم عند الاطفال مش قادر يهضم الاكل بسهوله وبشكل كويس او يقلل الاكل او يمنع الاكل او ما ياكلش يبقى انا كده اثرت على الجنرال هيلث بتاعته فانا على الحاله الصحيه بتاعته بشكل عام يعني. بالظبط وانا كده دخلت في مشكله ثانيه خالص فانا مش عايز يعني عايز اتجنب المشكله دي باقصى قدر. يبقى انا بالنسبه لي وظيفه مثلا وليكن الاسنان اللبنيه الموجوده او الدروس اللبنيه الموجوده بعيد عن الشكل احنا اتفقنا ان هي فانكشن كاكل وجزئيه ثانيه ان هو بيحافظ لي على مكان السنان هتيجي تطلع بعد كده لان يعني طبعا الطفل لحد سنين معين طبعا كل الاسنان اللي بتبقى من رحمه ربنا طبعا علينا ان بيدينا حاجه تجربه في الاول فانا عايز على الاقل ان احافظ عليه بالظبط شكل الاسنان اللي موجود في السن الاولاني بتاعت الطفل يعني 9 سنين مثلا ولا 8 سنين دي كلها بتديني انديكيشن هيحصل ايه بعد كده يعني مؤشرات ايه الخطوه اللي بعد كده رايحين فين جايين منين لشكل الاسنان بشكل عام وصحتها لان الاسنان يعني. هتكمل بعد كده معانا يعني بعد ما الاسنان دايما طلعت في بقنا خلاص انا وصلت لمرحله ان السنان ديت وانس ان هي طلعت مش هتتغير ولو فقدنا سنه مش هنعرف نعوضها حتى طبعا بامكانيات الاسنان طبعا احنا بنعرف يعني شويه التكنولوجيا من الدياني اكسسبيليتي شويه ان اعوض اي حاجه ثانيه مفقوده سواء بالامبلانت او سواء التركيبات بس انا الحاجات طبعا ربنا الناتشرال شويه اللي ربنا خلقها الحاجات أكيد. الطبيعيه افضل من التركيبات وافضل من أكيد. الوسائل المساعده مهما كان مش هتبقى زي الاسنان الطبيعيه ومش عايزين نوصل للجزئيه دي مش عايزين يعني نوصل احنا لسه بنتكلم في طفل صغير بالزبط. يبقى اذا احنا اتفقنا انه الحفاظ او تعليم الطفل او ان الام كمان تبقى عندها الوعي بالحفاظ على فم الطفل وان هي ازاي تعلمه انه يحافظ ازاي على اسنانه ده هيقينا بعد كده من مراحل في مراحل علاجيه هنبقى بنتعامل بالشكل الطبيعي للاسنان هيبقى صحه الشخص كويسه واسنانه ما فيهاش اي مشكله. طب خلينا نوصل لجزئيه، طب اللي قدر الله حصل تسوسات او الكلام ده كان متاخر شويه بالنسبه للام، طب انا اعمل ايه؟ يعني طفل مثلا وليكن حالات كتير بتجي لنا مثلا هو عنده سنتين سنتين ونص صعب شويه التعامل في عياده الاسنان، يعني هو بالنسبه له كشكل عياده اسنان نتحكم فيه فتحه بقه هو ما عندوش المنتاليتي ماتوريشن شويه الموجوده اللي العقليه او الوعي بتاع الشخص الكبير اللي يفتح بقه وتنظف له او بتشيل او بتحشي او بتعمل اي حاجه فيها الاسنان. بالظبط، فهل انا هقف على كده؟ لا، انا ساعتها شفت الام والله اقول لها انت لا انت ممكن نلحق الجزئيه اللي حصلت في الاول ديت عن طريق الجي اي اللي هو الجنرال انستيزيا اللي انا هحضره تخدير كلي ودي مش مؤذية يعني طبعا لو دكتور التخدير بيسمح بيها وحالة الطفل نفسها مسموح بيها كل ما ابدا بدري كل ما الحق الدنيا مش عايزين نخوف الناس مش هنخوف مش عايزين نخوف الناس يعني فكرة الأنستيزيا أو التخدير عموما بالنسبة للناس هو ما بيكونش محبب في الحالات العادية محبب فما بالك للأطفال فاحنا خلينا نتكلم في فكرة رفع الوعي عند الأم عشان ما نخشش في الجزئية الخاصة بتخدير الطفل عشان اقدر اسيطر او اتحكم عليه. بالظبط، يبقى خلينا يعني اعرف ان هو انا مش هقف على كده بس عندي علاج عندي علاج والعلاج نفسه هيبقى شوية صعب تقبل ان الام طبعا الطفل بالنسبة يدخل الجنرال انستيزيا او بينج كولي تخدير بشكل عام عشان اعالج سنانه مش عشان اضره انا فاهم بس يبقى خلينا نوصل لمرحلة ان الوعي زي ما انت اتفضلت كده قلت لي ان احافظ عليه او ابنيه من الاول ما اوصلش للمرحلة دي.
كويس. ما هو فكره دايما حتى في مبدا فيه من الصحه العالميه كده انه الوقايه خير من العلاج، انه فكره ان تقي ان الناس تقي نفسها من الوقوع في المشاكل افضل بكتير جدا من انه يحصل له مشكله وارجع اقول له انت المفروض كنت تعمل كذا عشان ما يحصلش المشكله دي. بس طيب احنا كده في مرحله الطفل اللي هو سنه صغير او حديث الولاده اللي هو من سن من اول ما اتولد لحد سنتين ثلاث اربع سنين، كده 6 شهور 4 شهور 5 شهور سنه حافظنا على شكل الاسنان. طيب تيجي عندنا مشكله بعد كده وهي عند الناس الكبيره او نقول المراهقين او الشباب بشكل عام، وهي يجي يقول لك انا حاسس ان ريحه بقي اول ما اصحى من النوم ريحه الفم مش حلوه خالص، وغسلت بقي استخدمت حاجه الى حد ما برضه بحس ان ريحه الفم مش كويسه. ده مؤشر لايه؟ مؤشر لوجود مشكله؟ مؤشر لايه بالظبط؟ مؤشر لوجود مشاكل وموجود مشاكل. كويس. خلينا نقول في الاول ازاي تغسل او ازاي تهتم بالاورا هيجين بتاعتك اللي هي صحه الفم بتاعتك ككل. كويس. انا عندي فرشه وعندي معجون، بس الموضوع ما وقفش على كده. انا عندي طبعا خيط سنان دنتال فلوس او مثلا انت دنتال برش اللي هي فرشه بتدخل تنظف لي ما بين السنان، لان الفرشه بتاعتنا العاديه زي ما انت حضرتك عارف كده ان هي بتغطي الاسطح الظهريه بتاعتي. طب انا عندي السنان وليكن هي عامله كده بمعنى اصح لازقين في بعض، طب الاسطح الداخليه ده انا اجيبها ازاي؟ ده واحد مثلا لو عنده بوكت مثلا واكل بتحشر ما بين دروسه، من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريحه مش لطيفه بمعنى اصح ان الاكل بيتحشر ما بين السنان وانا مش عارف ايه السبب. يعني انا شخص مثلا بيشتكي ان انا والله بغسل فرشه ومعجون باستمرار وثلاث مرات وزي يقول انا ببص انا الفرشه دي يعني صبح وظهر يعني طول الوقت بستخدمها على طول ولا زال برضو عندي مشكله. واستبعادا ان هو بيستخدم طبعا بالطريقه الصحيحه بتاعتنا، يعني المفروض استخدام الفرشه لها طريقه صحيحه هنتكلم فيها بعدين، بس انا دلوقتي عندي فرشه وعندي معجون استخدمتهم الموضوع مش كافي، يعني انا كده غطيت مثلا يكون 90 80% بس لسه عندي جزئيه ثانيه ان انا ادخل انضف الاكل المحشومه بين السنان. كويس. بخيط سنان او انت دنتا برش ممنوع اي حاجه تدخل تانيه طبعا غير يعني خليط السنان ديت الطبيه ديت مش متوفره كتير، بس لو موجوده مش مشكله عشان تنضف بيها الفواصل او الفروق اللي ما بين الاسنان عشان لو في بقايا اي اكل البروكسيمال. بالظبط كده. كويس. انا نضفت الجزئيه دي، هل يبقى الموضوع كده واقف على كده؟ انا نضفت الاكل؟ لا، انا عندي لسان ودي جزئيه كتير بننساها. ان اللسان نفسه في فرشه كده لتنظيف اللسان اعتقد في فرشه، وحتى لو مش موجوده كيكه بيبقى الفرشه اللي حضرتك قصدك عليها بتبقى دبل سيرفيس معنى صح. عندي فرشه وجزئيه من الناحيه الثانيه حاجه سوفت شويه، حتى لو مش موجوده انت بالفرشه نفسها بظهرها او بالجزئيه اللي هي الظهراء يعني او الخلفيه بتاعتها تقدر تيجي على اللسان نفسه تعمل كوتينج كده، لان اللسان ده يعتبر انا بالنسبه لي تنظيف للسان. بالظبط، لان اللسان نفسه بيبقى فيه فراغات، الفراغات ديت بسهوله جدا اللسان بتلاقي انت لو صحيت مثلا من النوم هتلاقي ان اللسان طلعت لسانك مثلا بصيت في المرايه وليكن هتلاقي فيه شكل موجود كده غريب موجود على اللسان. ده بقى اكل انت بقايا اكل. بالظبط. انا لوحده مش هيتنظف؟ لا مش هيتنظف. فانا ساعتها هنضطر ندخل بالفرشه ننظفه، تلاقي ساعتها ان الراحه شويه احسن افضل شويه. جزئيه بقى ان هو لا والله طب انا عملت ده كله ولسه موجوده، نبدا نشوف بقى ان انا عندي مثلا التهابات في اللثه. ناخدها من اشهر الحاجات التهابات اللثه. ناخد اول حاجه. حلو. مشكله التهابات اللثه وشهيره جدا عند كتير من الناس، ومهما كان برضه يقول لك انا منظف اسناني وبرضه مع الوقت بيحصل له التهابات في اللثه. التهابات في اللثه وبتجيب دم بمعنى صح. طب جزئيه انا لو انا ماشي صح زي ما بقول كده وعندي لسه في التهابات في اللثه، بصحى من النوم بلاقي في بقايا او مش بقايا رائحه دم مثلا موجوده في بقي، بستخدم الفرشه وبتجيب دم، كل ده بيديني انديكيشن ان الجنجبه بتاعتها او اللثه نفسها مش هيلث شويه. بنحط نبص عليها، طب هل فيها مثلا كالكولاس او بلاك موجود؟ ده عامل لي التهابات موجوده ولا لا؟ محتاج يتشال ولا لا؟ من ضمن حاجات كتير جدا يعني الكالكولاس ده خلينا نعرف الناس بيه ان هو بقايا اكل اتكلست بمعنى اصح موجود على الاسنان، اتجمدت نسبيا على الاسنان. بالظبط. هل الفرشه هتشيلها؟ لا الفرشه مش هتشيلها. كويس. للاسف ساعتها انت حضرتك توجه لدكتور الاسنان مرحله بقى تنظيف الاسنان. ازاله الجير وكحت الجذور بمعنى اصح لو مكشوفه، وتنظيف الاسنان او علاج اللثه بمعنى اصح كجنرال كونديشن. عملت الكلام ده هتلاقي الدنيا
شويه الطف. ده بعيدا عن لو ما كانش في مشاكل تانيه جون كونديشن مثلا او في سيستميك ديزيز مثلا يكون زي السكر والكلام ده كله بخلافه. نخش بقى بعد كده على مرحله يعني واحنا في طريقنا عن مشاكل الاسنان ندخل بقى على اصحاب الامراض المزمنه، الناس اللي عندها ضغط والناس اللي عندها سكر والناس اللي عندها مشاكل صحيه ممكن تكون بتاثر كمان على الاسنان. يمكن اشهر زي ما حضرتك اتفضلت كده ان هو مريض السكر نفسه اكتر حد بيعاني من مشاكل اللثه. لان زي ما احنا عارفين بالظبط فيها قرحه او فيها مشكله بيكون اكتر واحد بيتعذب منها بالزبط. قبل ما نروح لها خلينا مع الشخص اللي سواء بيحافظ على اسنانه او ما بيحافظش وحصل له التهاب في اللثه، كيف يتعامل مع هذه المشكله؟ يعني ايه الخطوات اللي بياخدها عشان يحافظ على او يعالج هذه المشكله ويحافظ على صحه فمه واسنانه؟ تمام. انا بالنسبه لي ما ينفعش تقول لي تحت اي كونديشن ان هتوقف الفرشه والمعجون او غسيل الفرشه والمعجون لسبب انها بتجيب دم مثلا وليكن او بتضايقك او بتبقى فيها بينفول شويه مؤلمه شويه بالنسبه لك، لا ما ينفعش توقف. انت حضرتك هتكمل عادي وهتجي لي كدكتور سنان انضف لك اللثه ده سواء بجهاز الالتراسونيك او بروفيجيت اللي هو بيطلع اير ده بمعنى صح، وادي لك الدنيا شويه يعني الكالكوس اللي هو الهارد ده انا شلته لك، التجمعات اللي موجوده على الطبقات الموجوده المتكلسه على السنان ده انا شلته لك. جزئيه اللي انا شلته خلاص بعد كده انت هترجع تاني للجينيجرز بتاعتك وتهتم بيها. طبعا جنبي بعد الفرشه والمعجون وخيط السنان عندي طبعا غسول باستمرار ده سواء بالنسبه لي عشان الريحه الموجوده او سواء ان هو بستخدم المواد المكونه لي كانت بكتيريال حاجات مضادات البكتيريا اللي بقى عشان تحافظ على صحه الفم بشكل مستمر يعني. بالظبط. كويس. هنبص ساعتها بقى انا عالجت الكالكوس وليكن ده واحد من المشاكل اللي بتعمل لي مشاكل في اللثه الكالكوس يعني عالجته الدنيا هديت تمام عندي في بوكتس انا محتاجه تريتمنت ليا بالنسبه لي تمام عالجتها عندي. بتتكلم على الجير، بتتكلم على التجمعات البقايا الاكل اللي موجوده داخل الاسنان والجيوب اللي ما بين السنان. كويس. طيب انا هنا بيجي سؤال مهم دايما بفكر فيه ذهنيا انا شخصيا يعني امتى او الشخص الطبيعي محتاج كل قد ايه يزور طبيب الاسنان يقول له بص لي على اسناني شوف لي اسناني عامله ايه عشان ما اوصلش لمرحله انه احس بالم فاروح. كويس. زي ما حضرتك فطرت انا ما بحبش المريض اللي هو يجي بالم. ماشي انت جيت بألم ده خلاص انت جيت يعني شويه ليت مش متاخر شويه متاخر وجاي تعبان وعلى اخرك وانت جاي لي بقى في المراحل الاخيره. بالظبط. انا خلينا نلحق الألم قبل ما يظهر نفسه. ايوه يعني 6 شهور لسنه مثلا خلينا نقول ده مثلا اللي هو تنظيف الجير 6 شهور يعني كل 6 شهور انا محتاج اروح لطبيب الاسنان اقول له بعد اذنك طمني على اسناني ولو في اي تنظيف او اي جير اتجمع او اي بقايا اكل موجوده يمين ولا شمال كده من الاكل اللي باكله قوم بعمليه التنظيف ليه. بالظبط. هي تشيك اب يعني انا كل ما الحق المشكله في اولها كل ما يكون الموضوع بالنسبه لي اسهل كل ما التريتمنت بتاعتي اسهل كل ما التريتمنت كوست نفسها تكلفه العلاج نفسها بتكون اسهل بكتير جدا. يعني 6 شهور لسنه في مرضى مثلا يحتاجوا يا دوب سنه بس مش اكتر يعني سنه مثلا كل سنه بيعمل تشيك اب لا خليها مثلا 6 شهور بحيث ان انا ظهر يعني لما تروح مرتين لدكتور الاسنان في السنه كويس في السنه ما فيهاش مشكله وانت رايح يعني. انك هيلث مش وانت رايح سليم. كويس وما عندكش مشكله سليم. فرايح مش متضايق ومش رايح مضطر يعني. بالظبط. كويس. يبقى انا المفروض ان انا كشخص طبيعي اروح لدكتور الاسنان من مره لمرتين في السنه حتى لو انا عنديش اي مشكله في حاله ان انا شخص طبيعي اسناني كويسه اروح مرتين ازور طبيب الاسنان. احنا بنعمل تشيك اب بنشوف اي مشاكل تانية تظهر في تسوسات انت حضرتك مش شايفها في المرايه لان لو عندي تسوسات بتبدا من الجناب فدي مشكله شويه لان بتبدا تمشي بقى تروح تتغلغل كده لحد ما تيجي عليك وقت مش قادر اصلا يجي المريض تستحمل. يقول لك بالظبط يجي يقول لك المريض انا كان سنه سليمه بس ظهر منها تسوس مره واحده. لا هو ما ظهرش مره واحده هو موجود بس انت مش بالك منه. بالظبط زي ما انت مش شايف يعني حاجه قدام عيني بتبقى ظاهره لكن تمام مش قدام عيني انا مش شايفها مش هتبقى ظاهره مره واحده اللي هيجيبك الالم. الحاجات دي كلها طبعا بالاشعاعات بالتشخيص السليم متابعة مستمرة احيانا بتكون مفيدة جدا للشخص انه ما يوصلش لمرحلة الالم اللي ما تخلوش عارف ينام ويبقى الساعة 12 واحدة واثنين بالليل نازل ياخد اي مسكن عشان مش قادر استحمل لحد ما اروح بكرة. بالظبط. يعني حتى مسكنات يعني ساعتها في الوقت يعني في الحالات اللي هي الاكوت بالبايتس اللي هي التهاب العصب ما بتبقاش فعاله بالنسبه مش كبيرة. الى حد ما بتكون برضو لا زالت مؤلمه ولا زال الالم موجود لازم تدخل طبيب الاسنان ساعتها. كويس. طيب احنا اتكلمنا عن واحده من المشكلات اللي موجوده عند الشخص اللي هي التهابات اللثه ممكن تكون بتسبب رائحه كريهه للشخص. ايه المشكلات الاخرى او ايه المشكله الثانيه اللي ممكن تبقى موجوده عندي في اسناني تسبب لي رائحه للفم غير محببه انا اقول ما بين قوسين كده كريهه؟
انا عندي حاجات طبعا مرتبطه بامراض زي ما اتفضلنا ان هي مريض مثلا سكر. طب مريض السكر ليه؟ انا بتكلم عن مريض السكر كمثال عام، لان مريض السكر حاجات كتير بتاثر عليه. يعني السكر نفسه كمرض بيأثر من اصغر حاجه لاكبر حاجه. طب مريض السكر بيبقى عنده شويه الصلايفه اللي هو اللعاب قليل. طب اللعاب ده انا بالنسبه لي فايدته ايه؟ يعني انا كدكتور سنان او كمريض فايدته شايفه بالنسبه لي ايه؟ طبعا بعيد عن اللعاب نفسه ان هو حاجه اسمها لبريكنت بيرطب لي الاكل بحيث ان هو يعرف يتبلع. اللعاب ده يعني خلينا نقول ان هو وليكن 98% منه ميه. مكونات تانية اللي هو حاجات انتي بكتيريا، حاجات مثلا مناعيه زي اي جي اي مثلا، ده حاجات اللي هي بتبقى بتفيدني في الاول ضد اي حمايه ليا، بمعنى اصح الاكل اللي بيدخل ده بيتفلتر بمعنى اصح من الاول. اللعاب ده حاجه بترطب الفم. طب لو اللعاب ده مش موجود، طب ما الاكل بسهوله جدا هيبدا يتجمع، ريحه الفم نفسها هتلاقي حاجه ناشفه بمعنى اصح، تطلع ريحه كريهه. ده كلها عوامل هتاثر لي طبعا على الرائحه بتاعت الفم. امراض تانيه شويه انا كدكتور سنان لو انا شايف ان رائحه الفم نفسها بالنسبه للمريض صعبه، هبدا شفته شويه على تخصصات تانيه مختلفه من دكاتره البشري. وليكن مريض مثلا لو عنده ارتجاع في المريء مثلا، ده من ضمن الحاجات اللي هتعمل لي رائحه كريهه شويه في الفم. الحاجات اللي هتعمل لي تاثير كبير جامد ومضر على الاسنان. ده مريض اللي هو بيبقى عنده مثلا قرح في المعده، ارتجاع في المريء، مشاكل في المعده، مشاكل في الامعاء، كل ده غازات او روائح بتطلع لي على الفم على طول. انا كدكتور او كمريض نفسها بيبدا يحس بيقرف منها. انا خلصت من كل المشاكل اللي عندي في الاسنان والسنان نفسها حالتها سليمه، هبدا ابص على الحاجات اللي انا قلتها في الاول دي كلها وابدا اشفت المريض او دايركت دي، هقول له انت هتروح تزور كذا، اطلب منك تحليل كذا، هتروح للدكتور بتاعك اللي هو دكتور البطنه او الدكتور البشري المتخصص. قبل ما اوديه او قبل ما اقول له روح زور طبيب متخصص في شيء تاني، ايه المشاكل التانية؟ يعني انا النهارده عندي مشكله تسوس الاسنان. مشكله تسوس الاسنان هل من الممكن ان هي تكون سبب في وجود رائحه كريهه داخل الفم؟ اكيد، لان تسوس الاسنان دي يعتبر كافيتي، حاجه معبيه اكل، حاجه بعيده عن ان هي عامله خراج مثلا، وليكن ده لو كانت واصله عصب طبعا المريض لو كان متاخر الخراج ده طبعا اكيد هيعمل رائحه مش لطيفه في الفم. بالنسبه لي اعتبر الشكل كده ان التسوس عمل حفره جوه السنه، والحفره ديت بسهوله جدا الاكل بيتحشر فيها. فرشه مش هتطلعها بسهوله، مش هتطلعها بسهوله، مش هكتشفها انا بسهوله، مش هكتشفها بسهوله الا لو في بين مثلا او في الم موجود معايا. الاماكن ديت انا هبدا ابص عليها طبعا، يعني الحاجات ديت اكل بيتحشر، وخصوصا بالنسبه لي اكتر مثال ليا التسوس الجانبي. التسوس الجانبي بسهوله جدا يجمع لي اكل وفي نفس الوقت يعمل لي بوكيت ما بين السنان، يعني تجمعات مش طبيعي ما بين الاسنان، مش طبيعي. ده من ضمن الحاجات برضو اللي هي في الاسنان. بمناسبه الفرشه يا دكتور احمد، في انواع كتيره من الفرش، اي حد يخش الصيدليه يقول له عايز فرشه ناعمه، عايز فرشه خشنه، عايز فرشه مش عارف ايه. لو جيت اسال ايه هي الفرشه او ايه الشخص كيف يختار الفرشه المناسبه لاسنانه وللثه بتاعته؟ قبل اختيار انت اللي تختار لا، انا كدكتور اسنان افضل ان اختار، اشوف انا بالنسبه لك سنانك يعني حساسه، اللثه نفسها حساسه، هبدا اشفتك طبعا على الفرشه السوفت. مش عايز حاجه تاثر لي على طبقه المينا، مش عايز حاجه تاثر لي على اللثه نفسها تجرح لي اللثه بسهوله جدا. طريقه المريض نفسه في غسيل الفرشه ده كله بيأثر معايا. طب خلينا نستبعد فرشه الهارد شويه لانها بتبقى تحت حالات معينه هي اللي بتستخدم الفرشه الهارد. احنا بالنسبه لنا كمرضى عاديين يا اما الفرشه السوفت يا اما الفرشه الميديوم. طب انا بالنسبه لي استخدمت فرشه سوفت واستخدمت فرشه ميديوم، هل اوقفها امتى او اغيرها امتى؟ كويس، يعني انا بالنسبه لي يعني ممكن اكون بستخدم السوفت واحتاج اغيرها للميديم. للميديم طبعا زي ما ترجع لدكتور اسنان، طب هي بتجيب يعني حالتك تسمح بالفرشه الميديم او السوفت. طب انا استعملتها الفرشه دي بتتغير ولا هتفضل معايا طول العمر؟ لا اكيد هتتغير، كل 3 شهور 6 شهور شوف الفرشه نفسها هي بتجيب افكت زي اول مره ولا مش اول مره، بتنضف معايا من اول مره ولا لا، لان طبعا كل حاجه مع استعمال الوقت بتضعف. فانا خلينا نتفق على جزئيه الفرشه بتاعتنا ديت بتغير من 3 ل 6 شهور. من 3 يعني لست شهور ابدا اغيرها بفرشه تانية مختلفه. طيب فرشه امتى جديده يعني امتى انا النهارده كمريض او كشخص عادي بستخدم نوع فرشه معينه لو جايبه معايا نتيجه بعد 3 شهور اغيرها، ولا اظل محتفظ بنوع الفرشه واحافظ على نفس النتيجه اللي انا بحصل عليها؟ حط ليميت ماكسيمم ليك ان 6 شهور تغير فرشه. 6 شهور تغير فرشه.
لفرشه نوع تاني، يعني لو بستخدم السوفت وليكن خليك من نفس السوفت يعني نفس الفرشه ما استخدمهاش اكتر من 6 شهور، واحاول ان انا اجيب فرشه معروفه او مش اي فرشه، لان في فرش كتيره بتبقى احيانا حاجات اللي هي الستاندرد شويه، يعني خلينا الحاجات اللي هي يعني مكونات الفرشه مش يعني البريستلز بتاعت الفرشه اللي هي الشعيرات بتاعت الفرشه ديت مش اي حاجه. يعني انا عندي مثلا انواع كتير موجوده حاجات طبيه، مش الانواع اللي هي متداوله في العادي، يعني مثلا بتتباع كده في السوبر ماركت وليكن، لا انا عايز حاجات مثلا طبيه طبيه موجوده صيدليه تكون طبيه موجود منها انواع شهيره جدا طبعا بدون ذكر اسمها ديت، من ضمن حاجات كشكل بتقدر تديني نظافه كبيره، يعني شكل البريست شكل الشعيرات نفسها بتاعت الفرشه، تصميم الفرشه نفسها، الديزاين بتاعها نفسه، التصميم نفسه هو بنفس تصميم درجات الاسنان بحيث انه يقدر يوصل لكل منطقه داخل الفم والاسنان بشكل عام، يغطي لي معظم اسطح السنه الظاهريه من الحواف الجناب نفسها، لان طبعا الناس كلها مش شاصه السنان بتاعتها زي بعض فساعتها لا، انا الفرشه بالنسبه لي كل ما اكون الديزاين بتاعها طب شويه كل ما يكون الموضوع بالنسبه لي احسن افضل ليا في نظافه الفم. كويس. النهارده عشان اروح لدكتور الاسنان لازم يكون في انذار احيانا بيجي لي كده، الانذار ده بيقول لي والله انت تقريبا عندك مشكله في اسنانك. ايه هو الانذار اللي ممكن يجي لي انا كشخص اقول لا انا تقريبا انا عندي مشكله في اسناني؟ لان التسوس بيجي على مراحل درجه، كل مرحله فيها ممكن العلاج فيها بيكون اسهل وافضل وارحم بكتير جدا من التاخير. اكيد. ايه المرحله او امتى اشعر ان انا وانا قاعد كده الالم ده او الوجع ده او التاثير ده غالبا من سنين، احس بصداع، احس بالم، مش قادر اكل، مش قادر امضغ، ايه العلامات اللي تخليني اروح لدكتور الاسنان؟ نقطه تدريجيه من الاول خالص. انا طبعا استبعدنا جزئيه اللي هو رائحه الفم، لا خلينا بقى ندخل على الطيب بين اللي بيجي بها المريض مثلا. كتير جدا بالنسبه لنا يقول لك لا طب انا لما دكتور لما باكل حاجات مسكره بحس بالم. الحاجات المسكره ديت تبدا تديني اليرت ان عندي تسوس حلو، وصل من مرحله المينا. لا ده هنا ده احنا هنا في شهر رمضان والحاجات المسكره ما شاء الله كتير يعني الكنافه والبسبوسه والقطايف كل ده حاجات مسكره. أكيد. الحلو كله في رمضان، المائده المصريه كلها مليانه بالسكر وكلها حلو. فدلوقتي اي حد بيسمعنا وكل حلو وهو بياكل الحلو حس بالم، فدكتور احمد هيقول لنا ممكن تبقى مشكلته في ايه؟ انا بالنسبه لي اكيد طبعا في مرضى كتير بيشتكم فترة الصيام بتظهر كتير جدا، لان طبعا كله مستني وجبه الفطار طبعا. تسوس اللي هو بيبقى مع حاجات مسكره، الحاجات المسكره ديت معنى ان معنى ان حصل اختراق لطبقه المينا بتاعتي اللي هي الحاميه، لان طبقه المينا غير حساسه بمعنى صح ما فيهاش احساس. تسوس فيها طول ما التسوس فيها في الاول كده يعني طبقه المينا بتكون 1 لـ1.5 ملي مثلا، ملي بمعنى صح حاجه قليله جدا، دي الطبقه الحاميه ليا للجزء الحساس اللي تحت السن اللي هو طبقه العين اللي هي مغطيه عامله زي الكفر كده زي ازاز مغطي مثلا وليكن ترابيزه. الترابيزه بسهوله كده ما تتخدش، لكن الازاز صعب ان هو يتخدش شويه. وصلت انا ان تسوس وصل لمرحله ان لمس طبقه العاج هبدا احس معايا بوجع مع الحاجات المسكره، وجع لسع بسيط وبيروح ما بيكملش ثواني وبيروح مع الميه وحاجات بسيطه خالص. ده يعتبر انك لازم تبدا تروح لدكتور الاسنان بتاعك، ما ينفعش يعني تركنه بمحصى او تهمله. تسوس وصل ان هو بيوجعك مع حاجات مسكره، لا انا ابدا اروح الحقه بحيث ان هو كده انا وصلت لمرحله تسوس العادي او الحشو العادي بالنسبه لي الطبيعي اللي هو الحشو الحصب العادي. لا حشو العادي، الحشو العادي لسه ما وصلناش للعصب. وصلناش للعصب كويس. لا العصب يعني ده شويه يعني متاخر شويه. يعني متاخر شويه يعني هو الرعب بالنسبه للمرضى بالنسبه يعني للناس كلها. طيب النهارده كده اول ما اكلت حاجه مسكره حسيت بالم، فالى حد ما انا كده ممكن اكون بشتكي من التسوس، فاروح اشوف دكتور الاسنان اقول له بص انا اكلت حاجه مسكره حسيت بقلم. كويس، ادي اول انذار. ده اول انذار. طب انا اهملته هوصل فين بعد كده؟ أيوة. التسوس هيفضل موجود والالم هيختفي تدريجيا، يحصل تعود مثلا من ادابتيشن بالنسبه لك، او الالم يبدا يقل، الجزء الحساس نفسه ده يبدا يتحلل شويه. وطبعا يعني دي من رحمه ربنا شويه ان طبقه العاج نفسها بالنسبه لها من ضمن الجزء اللي هي المناعه بمعنى اصح ان بيحصل تفريق حواليها، جزء الحساس بيهدى شويه خالص لحد ما يوصل للعصب. طب انا وصلت التسوس وصل للعصب، المريض بيبدا يحس بايه؟ لا يقول لي يا دكتور في الاول انا بحس بوجع مع الميه الساقعه. وجع الصيف برضه
بالظبط. الصيف كل ما اشرب ميه ساقعه احس بالم، وجع الم، والالم ما بيبقاش لحظي طبعا. نفرق ما بين الالم اللحظي اللي هو بيبقى عباره عن حساسيه او تسوس في الاول. الميه ساقعه، طب واللي بيحس بالم مع الميه مع الحاجه السخنه ده مرحله شويه متاخره. كويس. انا عندي الميه ساقعه الاول، انا عندي الم موجود وساعات ما بيهداش، يعني عندي مرحلتين مثلا من اللي هو العصب الملتهب في الاول، ان في الم. المرحله الاولى ان هو بيهدى مع الميه ساقعه، دايما تلاقي المريض داخل لك بازازه ميه ساقعه الالم بيهدى، يعني الالم حرفيا مع الحاجات المتلاجه دايما ازازه ميه كده، تبدا تلاحظ ان المريض لا عنده التهاب في العصب، ومرحله اولى. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ لا انا الميه الساقعه مش هتاثر معايا، مش هتدي لي الوجع، يعني الميه الساقعه نفسها مش هتدي لي الوجع، لا الالم لسه موجود. بعد كده هيبدا يزيد معايا مع الميه السخنه، ساعتها هنبدا خلاص انت جاي لي في مرحله شويه متاخره من عصب ملتهب، سواء طبعا المريض نفسه استحمل الالم او ماشي على مسكنات، لا انت كده وصلت لي مرحله متاخره. هبدا هنا على مرحله علاج جذور او علاج العصب اللي هو المصطلح المتداول بمعنى اصح للمرض. علاج جذور طبعا يعني يعني هو الموضوع انت كده عديت، يعني طنشت السكريات وطنشت الميه الساقعه وطنشت الميه السخنه الدرجه الثانيه، خلاص بقى انت وصلت للمرحله الثانيه اللي بتحتاج فيها تدخل، لازم ما تقدرش تستحمل ولا تتحمل يعني. بالظبط. انا هنا هبدا اسحب العصب الملتهب وليكن، او انضف، وبعد كده نبدا طبعا نحشي بدون تدخل في تفاصيل، لان علاج الجذور ده شويه محتاج يعني حلل. خلينا بشكل عام يعني. بشكل عام. طب يا دكتور انا عملت والله، طب انا اهملت مثلا وليكن الالم ده وخدت مسكن وليكن والوجع راح، استحملته قعد معايا يوم بس وراح بعد كده، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنا نبدا نقول، نرجع لموضوع الرائحه اللي موجوده هنا. انت انا ما عالجتش المشكله بتاعتي، ما عملتش علاج جذور مثلا وليكن الضرس اللي هو وصل للعصب ده، هيبدا هنا تحلل المكونات العصب نفسها الموجوده، يبدا هنا الريحه اللي بتبدا تطلع، يبدا مرحله الخراج اللي بتبدا تطلع تاثر لي شويه على المريض من ناحيه الريحه من ناحيه الالم، يبدا لا قدر الله يحصل ان المريض وشه يبدا يورم. هنا وصلنا لمرحله شويه متاخر، كل ما نتاخر كل ما العلاج نفسه يبقى مكلف، كل ما خطوات العلاج تحتاج وقت اكتر. بعيد عن التكلفه، هو المريض بيتعب بالزبط. بياخد اكتر من مرحله في العلاج يعني. بيشعر بالم على فترات كبيره جدا، ويمكن السبب ورا ده بعيدا عن اهمال بعض الناس هو الخوف من دكتور الاسنان، وما اعرفش لماذا كل هذا الرعب يعني من الذهاب الى عياده الاسنان او طبيب الاسنان بشكل عام يعني. لان مفهوم زمان او مصطلح يعني طب الاسنان في اخر فتره اتطور بطريقه يعني كبيره، بقى طب الاسنان دلوقتي بقت ملاهي بالظبط، يعني دلوقتي ان هو نادي مش طفيه مش اكتر يعني هو كان مرتبط بالالم، لا انا دلوقتي بدات ادخل في مرحله ان انا اقدر اخدر المريض بدون الم، يعني ادي له بنج من غير الم من غير ما يحس. طب ليه الخوف بعد كده؟ انا عشان انا رابطها بصوره ذهنيه قديمه شويه، يمكن موضوع ان الاسنان نفسها اكتر حاجه مؤلمه في الجسم عموما، فانا رابطها بالجزئيه دي، وجع الاسنان نفسه رهيب، فما بالك بالالم نفسه شديد، هبدا اروح للدكتور. فانا رابط الدكتور الاسنان حقنه البنج الموضعيه اللي بتتاخد داخل الاسنان عند اي اجراء بتقلق برضه، بتقلق بس ما عادتش بينفل زي زمان طبعا، يعني ما عادتش مؤلمه زي المرحله الاولانيه يعني. خلاص انا كمريض وصلت محاطب، انا جزئيه الالم بتاع الحقنه ديت اللي انا رابطه، اللي انا خايف، يمكن من ضمن الحاجات اللي عامله حاجز ما بين دكتور الاسنان والمريض حقنه البنج. يعني شوف بس منظر حقنه البنج كده اختلفت يعني. بمعنى صح، يعني عندنا حاجات مثلا دلوقتي تدي بنج يعني بنسبه كبيره بتغطي لي معظم حالات الاسنان، حاجه اسمها اس تي اي مثلا وليكن، ده يعتبر بنج، ما يسمى بنج بالكمبيوتر مثلا، او يعني خلاها سنجل توس الانستيزيا. دي بتبنج للمريض بدون احساس، بدون ما يشعر بقى بفكره الالم السابق من وحتى لو مش موجوده مش متوفره من عندي بنج موضوع برضه قبل ما ادي للمريض نفسه حقنه البنج، لا الموضوع بيبقى مخفف شويه. في دلع في مجال طب يعني الاسنان، الموضوع نفسه اتطور يعني. خلينا نوجه فكره الطبيب الاسنان اللي هو مرتبط بالرعب، لا انا دلوقتي خلاص وصلت لمرحله ان انت كمريض مش هتجي لي عشان الم، لا انا عايزك كمريض تجي لي عشان تغير شكل، تعدل شكل الاسنان مثلا، عايز تظهر بشكل لطيف. هل الفروقات اللي ما بين الاسنان في بعض الاحيان ممكن تسبب مشاكل الاسنان؟ اكيد يعني هي في ناس بتعتبرها كشكل وما بيبقاش متضايق منه، لكن هل ممكن ان هو في فرق ما بين سنه وسنه بيعمل مشكله عن طريق دخول هواء، عن طريق دخول ميكروبات، عن طريق دخول اي شيء؟
الاسنان نفسها في يعني جزئيه اللي هو الفلق ما بين السنان اللي هي الفلقه بمعنى اصح او الفلج بمعنى اصح الدايستما اللي عندنا المصطلح الموجود ده اللي هو الفرق ما بين السنتين الاماميتين. في ناس طبعا بتحب ان هي مرتاحه للجزئيه دي شكله مبسوطه بيه بالظبط مرتاحه. هل في عالم طب الاسنان هل ده مشكله؟ مشكله هو مش شكل وسط الاسنان الطبيعيه. مشكله بمشكله. يمكن عندي لو الموضوع اتشخص من الاول ساعات بيبقى عندي لحميه واصله ما بين الشفه الشفه الاماميه اللي هي الفوقيه بمعنى اصح والحته الجزئيه الفاصل ما بين الاسنتين الاماميتين دي لما بيكون شويه ثيك بالنسبه لي بتاثر شويه لان انا اعتبر حته ماسلز بس مش حاجه اسمها الفرينوم مثلا. الفرينوم دي اللي انا بتكلم عليها دي جزئيه موجوده ماسلز. لو انا السنتين موجود وهي واصله او هاي حاجه اسمها هاي ماسل هاي فرينوم اتاتشمنت لو واصله ما بين السنان مع حركه الشفه نفسها هتعمل لي فروقات ما بين السنان وده محتاجه تشخيص مثلا في الاول يعني ما بنقدرش شخص عشان نحافظ على صحه نلحقها في الاول كويس. كل ما الموضوع ده يتلحق من ضمن حاجات ان لازم عشان كده بنقول للاطفال يتشفتوا للدكتور السنان يبدا يشخصهم حتى لو من غير الم كل الموضوع يكون افضل. طب جزئيه اللي هو الفاصل ده هل هي حاجه طبيعيه؟ لا انا مش طبيعي انا عندي راسه الاسنان بتاعتنا لازقين جنب بعض. طب الفواصل دي لو هي موجوده ايه اللي هيحصل؟ اكل بسهوله جدا هيتحشر ما بين السنان. اللثه في الطبيعي ان هي ما ينفعش الاكل يلمسها. يعني ايه اللثه؟ يعني اللثه اللي هو الجزء الفاصل او الجزء اللي ما بين السنتين دول ما ينفعش الاكل يدخل مباشره يلمسها. الاكل المفروض لما يدخل يلمس الاسنان بتاعت الاول. الاسنان دي الجزء اللي انا باكل عليه. طب لمسها وليكن يحصل فيها التهابات. ندخل على بعد كده مرحله ان هو يحصل فيه بوكتس اللي هو جيوب ما بين السنان. يحصل فيه بقايا بعد كده التاكل ما بين العظم وليكن. يحصل اوصل لمرحله ان المريض نفسه واصل ليا بسنه سليمه بس للاسف فيها حركه. للاسف فيها حركه. فيها حركه لان البيئه والمحيط اللي حوالينا مش ما عادش هيلث زي الاول. يعني خلينا نشبهها مثلا وليكن عشان توصل للمرضى بصوره بسيطه مبسطه جدا. اعتبر ان السنه دي الشجره بتاعتي واعتبر ان الارض اللي حواليها دي التربه. طب انا عندي الشجره سليمه بس التربه من حواليها مفرغه. نزلت لتحت كشفت الجذور بمعنى اصح. ايه اللي هيحصل؟ الشجره بسهوله جدا تلاقيها وقعت. ما تتهز بسهوله اي شويه هواء اي حاجه بسيطه بالظبط بتخليها يعني تتحرك. نفس فكره الاسنان او الفرق اللي ما بين الاسنان. الفلوقات بقى لسه انت بقى ايه علاجها؟ طب انا عرفت مثلا وليكن اضرارها بصوره مبسطه طب علاجها ايه؟ لا انا ساعتها انا هبدا ابص اقول لحضرتك والله يا دكتور نبدا ندخل نعمل تدخل تقويم بالنسبه اللي هو نعيد رصه الاسنان من اول وجديد. يعني فرق ما بين السنان التقويم بيعيد تجميع الاسنان مره ثانيه؟ اكيد. ودي جزئيه برضو نعرف الناس بجزئيه التقويم. يعني التقويم ده من ضمن الحاجات المهمه. انا عندي شكل طفل وصل لمرحله 11 12 سنه وعندي شكل اسنانه نفسها معوجه فيها تعوجات شكل مش رصه السنان الطبيعيه. يعني تيجي تقول لي انا الطفل قبل 6 سنين كان عندي شكل السنان بتاعته شكلها جميل جدا يا دكتور. بعد كده حصل فيه اختلاف وصل مرحله شكله كده. اقول لك والله حضرتك انك ممكن تلحق كل ما تلحقها في الاول بدري كل ما الموضوع بيكون بسيط جدا. تدخل الدكتور التقويم في علاج الاسنان نفسه انا بعيد رصه الاسنان وبحافظ عليها اطول فتره ممكن. طب انا يا دكتور مش عايز تقويم هعمل ايه؟ خلاص كده الدنيا بالنسبه لي وقفت. لا في علاج بعد كده. انا مثلا وليكن هنشفت على موضوع التركيبات بس تدريجيا الدكتور التقويم يدخل الاول. تدريجيا التقويم الاول. التقويم بيكون هو الحل الافضل او الحل الامثل او الحل بيبقى مستمر معاك وبتاخد الوقت الطبيعي لاعاده رصه الاسنان او شكل الاسنان لشكلها الطبيعي المعتاد عليه بشكل عام. بالظبط. يمكن المرضى شويه يقول لك لا طبعا التقويم بياخد وقت وما اعرفش اكل كويس ومحتاج محافظه مني كتير فتره التقويم طبعا. يعني اي حد بيركب تقويم فرشه والمعجون بالنسبه له اساسيه. يعني اي حد مثلا مركب تقويم عشان ما ندخلش مشاكل تسوس اكيد دكتور التقويم المتابع معاه بياكد على النقطه دي بياخد معنى صح. مش هعمل انا رصه السنان عيد رصه السنان وارجع الشكل كويس في الاخر الاقي في تسوس تسوس في الاسنان بعد ما فالفروقات ما بين السنان ديت مش حاجه طبيعيه. يفضل في الاول انك يعني تحافظ او نلحقها بمعنى صح تقويم. لو هينفع معاها ان نعمل حشوات تجميليه ده الخيار او المرحله الثانيه بعد كده. الحشوات التجميليه عشان الفروق اللي ما بين السنه والسنه اقدر ان انا اغطيها او اعوضها عن من ارجع الشكل. يعني ارجع الشكل شويه عن طريق ديجيتال سمايل بتاعتنا الاناسيس بتاعتنا. يعني نقدر نبدا فيها وليكن الخطوه اللي هي مش انفيزيف شويه مش من خلينا ناكل في السنان كتير بمعنى صح ان احنا نعمل حشوات بس تجميليه. حشوات اللي هي الكمبوز بتاعتنا اللي هو الحشو الليزر بمعنى صح.
ده شويه لما تبقى حصل فيها يعني تقدم تكنولوجيا شويه مديانا اكسسبيلتي ان انا اقدر اعالج المريض بكل اريحيه. طب انا كمريض مش عايز، لا حشوات دي بالنسبه لي لا، خوف ان هي تقع مش عارف ايه الكلام ده كله، لا ممكن بعد كده تشفت موضوع التركيبات. التركيبات ده بالنسبه لفؤاد منس يعني. كويس، خلينا نبدا في الاول ان هو افضل علاج افضل تقويم. التقويم بيعيد شكل الاسنان وبيحافظ عليها، ولو في اي مشكله في اي سنه من الاسنان بيظبط الشكل العام بشكل عام. وفي حتى كمان تقويم الشفاف ما يظهرش في وسائل يعني كتير واشكال يعني خلينا كتير. عشان نقرب الصوره للمريض يعني كل حلولك عند دكتور اسنان بقت متوفره يعني التكنولوجيا سمحت لنا شويه ان ما عادش لا طب انا حالتي ما تسمحش لا اللي ما كانش يسمح قبل كده متوفر. من سنتين ثلاثة بقى يسمح بالظبط، بقى يسمح النهارده، بقى بالزبط. يسمح بكره، بقى يسمح بعد بكره. التطور الرهيب في عالم طب الاسنان وفي عالم الطب بشكل عام اصبح بيعالج الكثير من المشكلات في وقت اقل كمان. يمكن اكتر جزئيه في الطب ملموسه هي طب الاسنان، متاثره شويه بالتكنولوجيا اللي بتطلع على طول. يمكن ده حاجه بقت شويه بتعالج حالات كان ميؤوس منها زمان، لا دلوقتي بقت لها علاج موجود متوفر وفي وقت اقل وبدقه في بعض الاحيان بتبهرك ان انت تشوف اعاده شكل الاسنان او زراعه الاسنان او شكل سنه كان او شكل حد كان شكله بعد ما عالج مشكله الاسنان بتختلف تماما جمله وتفصيلا. يمكن بتاثر كمان على النفسيه بتاعت المريض نفسه. يعني في ناس كتير يقول لك انا مش قادر اضحك، قادر ابتسم، قادر افتح بقي قدام الناس، شكل اسناني انا مش قادر. يعني انا بالنسبه لي بتاثر على سايكولوجيكال، بتاثر عليه نفسيا بشكل عام اكيد، لانه وخاصه البنات فكره مش قادره تتعامل، فكره ان هي مش قادره تضحك، مش قادره تبتسم، مش قادره تتصور هي بصوره فاتحه بقها كده، الموضوع بيبقى بالنسبه لها سايكولوجيكال تروما بالنسبه. يعني كمان الاطفال شويه لما كنا مثلا لو حضرتك فاكر لما كنا صغيرين مثلا كنا خلعين درس او سنه قدام شويه بيحصل شويه من اصحابنا يعني ده جزئيه. ولو حد عنده ما يطلق في الشائع يعني ضب الاسنان او حجم الاسنان اللي هو بيكون مرتفع شويه، فبيبقى حتى في نوع من الهزار اللي بيؤلم الشخص اللي عنده يمكن لو المشكلة. بالظبط يمكن من حته ضب برضو الاسنان ديت علاجها تقويم شويه يعني حتى يعني لو الموضوع شويه ما ينفعش التقويم العادي، لا احنا عندنا تقويم جراحي شويه. يمكن هو تخصص تبع وجه والفكين، جراحه الوجه والفكين مرتبط بالاسنان طبعا. الجزئيه ديت بتعالج مرضى يعني ما ينفعش معاهم التقويم العادي. كويس. طيب انا النهارده في ناس في رمضان بيبقى قبل رمضان بيبقى ما فيش رائحه صعبه شويه في الايام العاديه، بيجي شهر رمضان الصيام يجي في نص اليوم كده ويبص يلاقي ريحه الفم مش احسن حاجه، وما هوش واكل وما هوش قادر ياكل، مش قادر ياخد نعناع تغير ريحه البق، ولا قادر انه يعمل اي حاجه. ايه السبب اللي بيخلي ريحه الاسنان تحديدا في اوقات الصيام او في شهر رمضان هنقول انه الرائحه بتكون اسوأ من الايام العاديه؟ اذا كان في الايام العاديه رائحه بنستطيع معالجتها عن طريق استخدام اي شيء يعني. بالظبط. طبعا رائحه فم الصائم طبعا يعني حاجه دينيا طبعا يعني من ضمن الحاجات يعني بمعنى صح يقول لك مقبوله، بس انا بالنسبه لي اذا كانت الرائحه العاديه او الرائحه الطبيعيه لحد ما يمكن بتضايقني. يمكن عندي لو عندي مشاكل شويه في الاسنان بتتطور مع الصيام. بتتطور مع الصيام. رائحه فم الصائم بمعنى صح بتتاثر بان اللعاب بتاعنا قليل. يعني انا اللعاب عندي قل. طب اللعاب ده وظايفه زي ما احنا ذكرناه في الاول خالص ان هو بيرطب لي الفم. كويس. فبيقل بيقلل لي بأي يعني انا وليكن مثلا ما لحقتش، والله انا سحرت وما لحقتش اعمل فرشه معجون. انت ممكن تستعمل فرشه بس يعني وليكن عشان ما تدخلش في جزئيه انك خايف انك تبلع حاجه، لا انت ممكن تجيب بس الفرشه وتستخدمها. وليكن لو انت خايف ان المعجون تبلعه ولا حاجه عشان ما تدخلش في جزئيه الحرمانيه بتاعه الافطار دي، استخدم الفرشه عادي بمعنى صح. طب كويش. انا بالنسبه لي اللعاب قليل. الفرشه او السواك مثلا للاسنان بالظبط بالظبط الحاجات دي كلها متوفره بتريح لي شويه، بتشيل بقايا اكل حتى لو موجوده من الحاجات اللي هي بتزود لي رائحه الفم الكريهه شويه. طب ليه رائحه الفم مثلا بالنسبه لي تبقى شويه مش مقبوله؟ لا لان عنده اللعاب بالنسبه لي قليل يعني قليل مفيش حاجه بتوطي فما فيش ترطيب، فبالتالي لو في حتى اي نوع من الرائحه في الايام العاديه مش قادر ابدلها باي حاجه زي ما انت اتفضلت كده في الاول قلت ان مش قادر ابدلها بحاجه احط حاجه ببقي تغير الريحه. طبعا يعني انا بالنسبه لي لو ترطيب الفم نفسه من اللعاب نفسه ده
يعني حاجه اساسيه. طب تخيل مثلا انا كمريض مثلا كمريض سكر وليكن مش قادر، طبعا مريض السكر بيتاثر بحكايه ان اللعاب مثلا بيكون قليل يعني ساعات في طبيعي في سيستميك ديزيز مثلا وليكن بيبقى عندهم اللعاب مرضى يعني ربنا يشفيهم دايما يا رب. مرضى الكانسر لازم بيكون ماشيين على حاجه اسمها سلايفا سبستيوت لانها في عشان حاجات اللي هي مواد بديله اللعاب بمعنى صح بتزود لي افرازات اللعاب لان يعني بيبقى عندهم شويه من لا علاقه بالمرض سرطان ان اللعاب نفسه بيكون قليل، فانا عايز حاجه تنشط لي الغدد اللعابيه او تزود لي كميه اللعاب لو هي مريض. من ضمن الحاجات اللي هي اساسيه اللي بتاثر عليها اللعاب فبيأثر بشكل وانا مش قادر ابدله بمعنى اصح مش قادر ابدله، فبالتالي ممكن استعيد عنه كمان بنظافه الاسنان بشكل مستمر، تنظيف الجير قبل شهر رمضان مباشره، استخدام فرشه استخدام الفرشه قبل بعد السحور مباشره، فرشه مع بعض السحور قبل وقت بعد الفطار كمان بعد الفطار باستمرار بشكل مباشر يعني. يمكن انا عندي خلينا نربط استخدام الفرشه والمعجون نربط الجزئيه ديت ان عندي الفرشه والمعجون اساسيا بعد الاكل يعني انا ما ينفعش اصحى من النوم واستخدم الفرشه، انا كده كده المفروض انا اوريدي داخل قبل ما نمت استخدمتها استخدمتها ونظفت اسناني ونمت ومفيش اي مشكله بالظبط. رحمه عشان وقت حلقتنا انتهى، خلينا لو عايزين نوجه نصيحه لي او رشدتك كده في نهايه الحلقه للساده المشاهدين نحب نقول لهم ايه؟ متابعه دكتور الاسنان باستمرار، كل لما تلحق الحاجه بدري او كل لما تلحق المشاكل بتاعت الاسنان نفسها بدري كل ما يكون احسن. عندنا من الحاجات المؤلمة اللي بتأثر على صحة المريض في شكل عام صحة الفم. يمكن صحة الفم مرتبطة يعني أنا لو قلت مريض مثلا المريض طبعا بيدخل لي أنا كدكتور سنان بشخصه كجوليا عن طريق فم. لو الفم نفسه سليم حالته سليم هلاقي بنسبة كبيرة أن صحة المريض في الشكل العام كويس. سليمة بالظبط. كل ما الأورا هيجين بتاعتي مفضلة كويسة كل ما هتلاقي الجنرال هيلث بتاعتي أفضل هتلاقي صحتك افضل وهتلاقي الدنيا كتغذيه كمان من ناحيه التغذيه. يمكن دكتور السنان بمعنى صح ان هو بيقدر يشخص بعض الامراض بدري في الاول قبل ما الموضوع يتطور. كويس دكتور احمد رضا اخصائي طب الفم والاسنان، انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودك. انا اتشرفت بحضرتك وان شاء الله نبدا نغطي مواضيع ثانيه في حلقات مختلفه ان شاء الله نشوفك دايما على خير. بشكرك رب في كل مكان. يعني قبل ما اختم حلقه النهارده عايز اقول لكم انه الاهتمام بالصحه العامه للشخص ده شيء اعتقد انه من افضل الحاجات اللي انت ممكن تاخد فيها قرار في حياتك انك تحافظ على صحتك بشكل عام. اسنانك بشكل خاص هي بوابه لكثير من الامراض، اذا حافظت على صحه وسلامه اسنانك ونظافه اسنانك بشكل مستمر اعتقد انه هتمنع نفسك وهتقي نفسك من الوقوع في مشكلات قد تكون في بعض الاحيان كبيره. الأسنان ومشاكلها لما بتسوء ولما بتزداد ممكن تأثر على القلب، تأثر على اللوز وعلى الحلق بشكل كبير، كمان رائحة الفم شكل الأسنان كمان ممكن يأثر عليك بشكل كبير جدا على الحالة النفسية والمزاجية بتاعتك لما بيوصل لمراحل معينة. مش عايزك توصل لهذه المرحلة، كل ست شهور روح لطبيب الأسنان لو ما عندكش أي مشكلة. أول ما تشعر بأي مشكلة حتى ولو بسيطة وقادر تستحملها ما تستناش لحد ما توصل لدرجة أن أنت مش قادر تتحملها. نصيحة أخيرة للناس في شهر رمضان وبذكركم بيها أنه الإسراف في الأكل في شهر رمضان شيء مش محبب. في شهر رمضان الناس لازم يعرف أنه في السحور أنت مش جامل عشان تخزن كل هذه الكمية من الأكل، وفي الفطار كل على قدك، بلاش تاكل الكميات الكبيرة من الأكل، معدتك مش هتقدر تتحمل أكبر من القدر اللي هي محتاجاه. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير في حلقة قادمة أخرى من حلقات برنامج صحتك مع العجوز، وإلى أن ألتقي بكم مرة أخرى لكم من كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، سلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته.